هات السلايد اللي هو رقم واحد او اتنين اللي فيه المصروفات والايرادات للدوله الاولاني او اتنين. واحد او اتنين افتكر. اللي قبله كمان. طيب طب اتفضل استريح. اتفضل استريح. انا هتوقف قدام ده لان احنا كنا دايما نقول ليه احنا كده. انا كنت دايما اقول كده ليه احنا يعني ليه ظروفنا صعبه. ظروفنا صعبه دايما. هو لما احنا بنطرحها بنقول من سنه 80 للنهارده مش الهدف منه ابدا ان احنا ندافع عن نفسينا قد ما احنا بنحاول نقرر واقع نقول للناس ايه الحكايه. بنقول الحكايه ليه؟ مش بنقول الحكايه عشان نسيبها حكايه، عشان لازم نتخلص منها، عشان لازم نتخلص منها. واجي هنا اقول ايه؟ انت لما هي دوله من سنه 80 لغايه دلوقتي دايما عندها يعني ايه ايراد ويعني ايه مصروف؟ ببساطه الدكتور ما يتكلم في حاجات كتير قوي وكلها يمكن تكون يعني الاقتصاديين والمعنيين بالامر ده يمكن يقدروا يستوعبوا بسرعه، لكن انا بتكلم عن المواطن اللي في الشارع اللي ماشي عايز يفهم. انا بقول له ببساطه دخلي اللي هو دخل مصر، ايرادنا اللي هو ايراد مصر، مش قد مصروف مصر. من امتى؟ هقول لكم على حاجه. مصر لم تستدين حتى سنه 70، مش كده يا دكتور معيد؟ لم يكن عليها ديون لغايه سنه 70، لكن تداعيات الحرب فرضت على مصر ان هي عشان تتجاوز الازمه بتاعت الحرب في 73 ان يبقى الدوله تدخل تجيب يعني موارد بالدين، وده بدايه الدين من سنه 71. ولا انا بقول كلام؟ طب يعني ايه الكلام ده؟ معناه ايه؟ يعني كان في واقع من الخمسينات وقبلها لغايه سنه 70، ثم في واقع ابتدى يتغير من سنه 70 لبعد كده.